مستهل حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش. هذه الحلقة مشاهدينا الكرام التي نقدمها لكم من العاصمة الاقتصادية وادبو، مواكبة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية لهذه الولاية. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة سنحاول التطرق فيها لمختلف المشاريع والإنجازات التي عرفتها هذه الولاية خلال مأمورية فخامة رئيس الجمهورية. عديد التدخلات في مجالات مختلفة عرفتها هذه الولاية. سنحاول مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على جوانب منها ما سمح به الوقت. سعيد جدا مشاهدينا الكرام بالترحيب بضيوفي الكرام، وهم السيد محمد واللعلي واللوبك المستشار المكلف بالنقل البري بوزارة التشييد والنقل. مرحبا بكم سيد مستشار. سعيد كذلك بالترحيب بالسيد محمد حيد واللي سلمه، وهو المنسق الوطني لبرنامج الدمج الاقتصادي البركة بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآسر. مرحبا بكم سيد المنسق. سعيد كذلك بالترحيب بالسيد محمد لمين والمصطفى السالك، وهو المستشار الفني للمدير العام للشركة الوطنية الماء SND. مرحبا بكم سيد. سعيد كذلك بالترحيب بالسيد الشيخ نجاين المدير المساعد لدراسات البنى التحتية بوزارة التجهيز والنقل ومنسق اشغال مطار ماديبو. سعيد كذلك بالترحيب بالسيد احمد شريف حماه الله المدير العام لتنمية المنطقة الحرة. سعداء بكم الليلة على البلاتو هنا ضمن برنامج ساعة نقاش، هذه الحلقة التي نقدمها من مدينة ماديبو. سنبدأ بعنصر تمهيدي عده الزميل محمد والطلحة، بعده نعود اليكم لفتح حوارنا في هذه الحلقة. تمثل ولاية داخلة الوادب والقلب النابض للاقتصاد الوطني لما تتوفر عليه من مقدرات اقتصادية وتنموية تعززت في السنوات الأخيرة بعدة تدخلات حكومية شملت قطاعات الصيد والصحة والتجهيز والمياه والتشغيل وغيرها. وفي هذا السياق شهد مجال توفير المياه تنفيذ مشاريع هيكلية تهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب في الأوساط الريفية والحضرية. تضمنت هذه المشاريع حفر آبار ارتوازية بحقل بونوار وربطها بالشبكة، مما مكن من إضافة 9000 متر مكعب من الماء في اليوم للكميات الواردة إلى مدينة ماديبو، وحفر آبار أخرى في مجال تحلية المياه. كما حظيت منطقة تميمشات وإنال وبونوار بإنجاز منظومات مائية أتاحت للمنمنة وفرص الاستفادة من المراعي الخصبة بالمناطق الرحوية. ووفاء بإحدى أهم مكونات البرنامج لانتخاب رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني تعهداتي وسعي إلى وضع الآليات الكفيلة بحل معضلات التهميش والإقصاء، استفادت آلاف الأسر الأقل دخلا في ولاية داخلة ماديبو من تدخلات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر، إذ وصل عدد الأسر المستفيدة من التحويلات المالية ما يربو على 3000 أسرة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل واستفادة العديد الأسري من خدمات التأمين الصحي. كما تتواصل الأشغال في مشروع داري للسكن الاجتماعي الذي ستستفيد منه ما يربو على 370 أسرة في ولاية داخلة ماديبو. يأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني شامل للسكن الاجتماعي أطلقته مندوبية تآزر بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي اللائق. كما استفاد المزارعون من إنجاز المندوبية وحدة لتحلية المياه ستمكن من ري مساحات زراعية تقدر ب70 هكتارا. وضمن الاهتمام بفك العزلة عن أحياء المدينة وتعزيز شبكة الطرق الحضرية، تسير الأشغال في إنجاز ما يربو على 36 كيلومتر من الطرق المعبدة بالتمويل من الموارد الذاتية لمنطقة ماديب الحرة. كما يعد المشروع المتعلق بإعادة تأهيل مطار ماديبو الدولي الذي تسير أشغاله بوتيرة متسارعة من بين المشاريع الهيكلية التي استقطبتها الولاية هذه السنة، حيث ينتظر اكتماله خلال شهر أغسطس القادم، وهو ما سيتيح لهذا المرفق الحيوي فرصة استقبال الرحلات الجوية بشكل منتظم واستعادته لدوره المحوري في مجال النقل الجوي. في موازاة ذلك شهدت الطرق الحضرية في المدينة تطورا كبيرا عبر إنجاز العديد من المحاور الطرقية التي استطاعت تسهيل حركة المرور وحققت انسيابية في طرق المدينة وأعطت واجهة حضارية تليق بعاصمة البلاد الاقتصادية. إذن شكرا لزميلي محمد والطلحة الذي أعد هذا العنصر التمهيدي لحلقتنا الليلة التي نقدمها هنا من مدينة ماديبو. مرحبا بكم سيد مستشار. سيد مستشار، عديد المشاريع و36 كيلومتر من الطرق المعبدة في مدينة ماديبو، ماذا حقق قطاع التجهيز والنقل خلال السنوات الماضية على مستوى العاصمة الاقتصادية، وما الذي تجري فيه الأشغال حتى الآن؟ شكرا جزيلا. أولا انتهز هذه الفرصة الشكر قناة الموريتانية لتحت هذه الفرصة للحديث عن هذه الإنجازات الكبيرة اللي تمت خلال هذه الفترة في المدينة العريقة ذات البعد الاقتصادي الهام في مجال النقل والتجهيز.
لا شك أن نشهد اليوم تزامنا مع زيارة فخامة رئيس الجمهورية لهذه الولاية. قامت وزارة التجهيز والنقل عن طريق سلطة تنظيم النقل الطرقي بتدشين محطة طرقية نموذجية بمدينة نواديبو. هذه المحطة اللي تعود قطب تنوي إلى يحيى جزء من المدينة إن شاء الله تعالى. وتتكون هذه المحطة من 11 مكتب وشباك موحد لقطع التذاكر، وفيها مسجد، وفيها باركينج قريب من 200 حافلة، واللي تعود فضاء تنموي يمكن من نعود الناقلين كاملين والمسافرين يشتوا في مكان واحد وينقلوا منه. وتدخل هي المحطة من ضمن مكونة تكون من 7 محطات تم بنائهم عن طريق سلطة تنظيم النقل الطرقي. ثلاثة منهم في المقشوط، واحدة في زويرات، واحدة في نواديب، واحدة في كوكي، والأخرى في فصالة. وتم تدشينهم من طرف رئيس الجمهورية، والمحطة اللي هون تم تدشينها من طرف وزير التجهيز والنقل. أيضا تم ترميم عديد من المحطات الطرقية، سبع محطات طرقية، وتم تشييد كذلك محطات الوزن الشاحنات. هذه المحطات مهمة للحد من حوادث السير المرتبطة بزيادة الحمولة اللي نشهدها دائما. وهذه المحطات الطرقية اللي انضاف لهم الفاتو شيدوا اللي انضاف عليهم 5 أخرين فيهم محطة لمراقبة الحمولة هون في نواديبو عند ملتقى طرق طريق بيكا 55 ولا روت ناسيونال دي ميركات اللي هو طريق نواكشوط نواديبو. هذه مشاريع تنموية كبيرة بالإضافة إلى ما تم تشييده في مجال الطرق، ومن بينهم إعادة تأهيل مدرج مطار نواديبو، وإعادة تأهيل طريق جزء من طريق نواكشوط نواديبو، وإعداد الدراسة لطريق بولنوار شوم زويرات، هي أكثر بطن مدينة نواديبو بمدينة زويرات، إضافة لإعداد الدراسة لإعادة تأهيل الطريق كامل نواكشوط نواديبو إن شاء الله تعالى. دوك جملة من المشاريع التنموية الكبيرة نقام به هون، إضافة إلى إصدار مرسوم الفترة الأخيرة ينظم نشاط النقل العمومي وسير أو حدد أوقات للسير، اللي شاهدنا كثيرا ياسر من الحوادث تخلق على طرقات الوطنية، وخاصة الطريق الرابط ما بين نواكشوط ونواديبو نتيجة السفر الدائم عليه لشركات النقل العمومي. وذا هو اللي أدانا أن صدروا المرسوم المشترك ما بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية، يحدد أوقات سير شركات النقل والنقل العمومي للأشخاص والبضائع بدل المحور. نضيفوا عليه أيضا تسويت وضعية الناقلين، وخاصة الناقلين عبر سيارات التوك توك، وكذلك سباقة سيارات الأجرة بدأت في نواكشوط وزويرات، وتم سباقة الحمد لله حتى الآن 4000 سيارة نضيفوا عليها النوادي واللي تنطلق فيه خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله تعالى. سأعود إليكم سيد المستشار لاحقا. سأنتقل إلى ضيفي الموالي محمد حيد واللي سلموا المنسق الوطني لبرنامج دمج الاجتماعي البركة. مندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر تهتم بشكل كبير بالجانب الاجتماعي الذي يلامس المواطنين. ما الذي قامت به المندوبية خلال هذه السنوات الماضية من إنجازات ملموسة استفاد منها المواطن في ولاية داخلة النادي؟ شكرا جزيلا. بداية نشكر التلفزيون الموريتاني على اتاحة الفرصة للحديث حول ما تم إنجازه على مستوى ولاية داخلة المغرب من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر. التآزر بداية كقوس فلسفته تعتمد اللي قالوا الحد من الإقصاء ومحاربة الفقر والتهميش، وهذا يتجلى من خلال اللي قالوا تحقيق العدالة الاجتماعية لمستوى البلد. وبالتالي المندوبية العامة انطلقت من خلال أهداف بسيطة يقارن اللي عميقة معناها وبعدها. الأول منها هو تحسين ولوج الخدمات الأساسية، واللي قالوا تحقيق الإطار المناسب للحياة بشكل عام بالنسبة لأفراد مجتمعنا وخاصة طبقات الهش. يضاف إلى ذلك أيضا على أنها تعمل على تعزيز الدمج الاقتصادي من خلال خلق الثروة وخلق القيمة المضافة يقارن ملي من خلال خلق فرص عمل تعود دائمة ولائقة لأفراد الأسر المتعففة على مستوى البلد. الهدف الثالث هو اللي قالوا تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطن يقارن ملي من خلال التحويلات النقدية اللي تمكن المواطن منه يعاون ذاك منه يتمكن من العيش الكريم، وهو ما الإطار العام لين الحقوق نقولوا لأنه نوع من تحقيق من تخفيف وطأة الحاضر يقارن ملي خلق الأمل المستقبل. هذا بشكل عام يقدر يعود هو المؤطر والفلسفة اللي تأطر تدخل المندوبية العامة تآزر. على مستوى داخل النوادي وكغيرها من تجمعات سكانية على مستوى البلد، احنا تدخلنا في 345 تجمع سكاني على مستوى البلد من قرية وريف وغيره ومدينة. النوادي حجم التدخلات على مستوى النوادي بلغت 8,829,000,000 وقية قديمة على بشكل عام. فم برنامج سكن اجتماعي داري اللي اطلق فقام رئيس الجمهورية اللي نعتبره لأنه
مشروع هيكلي، هو الأول في تاريخ البلد من نوعه، يقال مدينة الوادي وعنده طابع خاص فيه، هو على أنه لا يتم تشكيل عمارات سكنية عصرية معايير عصرية، وعلى على على البحر لأنها موقعها موقع استراتيجي. وهي الوحدات بلغة 178 وحدة سكنية، تكلفتها العامة توصل 4 مليارات فاصل 11. كذلك فم التحويلات النقدية على مستوى الولاية اللي بلغت استفادت منها لحد الآن 5382 أسرة، فيها تنظيمات، فيها تحويلات منتظمة، فيها تحويلات ظرفية، غلافها الإجمالي بلغت 191 مليون أوقية قديمة. كذلك فم التأمين الصحي اللي لا يقل أهمية، اللي يعتبر مشروع أطلق فخامة رئيس الجمهورية برنامج تعهداتي، واللي يعتبر نموذجي من حيث أنه يسعى إلى أن ننشر نوصل في البلد إلى التغطية العامة للتأمين الصحي. واستفادت مدينة الوادي منه من خلال تأمين 24460 فرد من الأسر المتعففة، وتكلفته 1.37 مليار أوقية قديمة. هذا ما يتعلق بجانب التأمين الصحي. الجوانب عديدة منها مثلا أيضا جانب التموين اللي بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي من الدوية العامة، اليوم موجودين على مستوى الولاية داخل المدينة 44 دكان للتموين. هذه الدكاكين خاصيتها لأنها الكميات الوسطة 7630 طن، مبلغ جاوز 1.63 مليار أوقية قديمة. يقال اللي في عنده خاصية أخرى على أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي والأزمة العالمية اللي عرفها البلد، كمياتها زادت ولاقط زادوا في الأسعار، معناها على أنه يعتبر عمل متميز، وجه فترة مهمة خاصة مع بداية انطلاقة أعمال المندوبية العامة خلال جائحة كوفيد، إن شاء الله ما يعيدها مولانا، وكان تدخل وقت مناسب لأنه أدى على أنه من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية وأيضا التحويلات النقدية المصاحبة أدى ذلك التخفيض الواقع على الساكنين بشكل عام. سيد المنسق سنعود إليكم في والله هذا والله الحديث إن شاء الله مرة أخرى. سأنتقل إلى السيد محمد الأمين والمصطفى السارك الاستشاري الفني المدير العام للشركة الوطنية الماء. مرحبا بكم السيد المستشار. سيد المستشار، معضلة المياه في ولاية داخلة المريب ربما أرقت الساكنة طويلا، ما الذي قام به قطاعكم خلال هذه السنوات وما الآفاق أيضا وما هي المشاريع قيد التنفيذ الآن والبشرى لا شك لساكنة الولاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر التلفزة على تحت هذه الفرصة. شكرا. قطاع المياه قام في السنوات الماضية بتنفيذ الاستراتيجية اللي تقوم على أساس تنويع مصادر المياه لتأمين تزويد المواطنين بالماء. هذه الاستراتيجية تقوم على أساس تنويع المصادر إلى جنب المصادر المياه الجوية اللي كان أصلا هي اللي تزود مدينة واديبو بحيرة بولنوار. قام القطاع بمشروع، وهذا المشروع زاره معالي الوزير يوم أمس بتحلية المياه، وهذا المشروع سيمكن إضافة 5000 متر مكعب خلال الأشهر قبل فترة الصيف إن شاء الله القادم، وستمكن من زيادة الإنتاج ومن تنويع مصادر تمشيا مع استراتيجية القطاع. كذلك قام بتوسيع منشآت بولنوار بحيث أن هذه 9 آبار تم حفرها وسيتم ربطها الآن بالشبكة، وستضيف أكثر من 9000 متر مكعب في اليوم. وإن شاء الله هذه المشاريع إضافة إلى مشاريع قيد الدراسة في تحلية المياه أوسع من هذه 5000 اللي يتم تدشينها قريبا، ستمكن من تغطية حاجيات المدينة على بالنسبة للمياه وفي السنوات إن شاء الله المقبلة. إذن شكرا جزيلا لكم، سنعود إليكم بحول الله. انتقل إلى ضيفي الشيخ جان المدير المساعد لدراسات البنى التحتية بوزارة التجهيز والنقل ومنسق أشغال مطار نواديبو. مرحبا بكم سيد المدير. سيد المدير، نواديبو مطار نواديبو الدولي شهد عملية يعني أشغال شديدة وإعادة تشغيل المدرج ويعني تهيئته، ما طبيعة هذه الأشغال التي يقام بها الآن في مطار نواديبو وما الهدف منها ومتى ستنتهي بحول الله؟ شكرا، merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion. Je remercie la télévision de Mauritanie pour m'avoir donné l'occasion d'éclairer un peu la lanterne sur les travaux dans l'aéroport de Nouadhibou. Bon, on va aussi parler du projet dans le cadre général, parce que l'aéroport de Nouadhibou, les travaux de l'aéroport de Nouadhibou rentrent dans un cadre global de réhabilitation de l'ensemble des aéroports de l'intérieur du pays, y compris Nouadhibou.
دونك لي ريزون بور ليكيل سي ترافو ايتي انتامي بالفرنسي ما خسرش شي وقت تكلموا بالحسانيه شويه بون اوكي هاي مشروع مطار نوادبو بديناها سنه 2022 خير افان سا كانت عند اون بيريود اون لونغ بيريود ديتود parce que le matar la piste de matar كان فيها ce qu'on appelle les arrachements de granulat الحجار كان يرش par rapport à le bitume il se séparait du bitume il déposait على 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 la piste aussi les abords وكان عندنا مولي une avancée d'eau من البحر شاي نقر مطار et attirer les oiseaux طيور يشوفوا نقر مطار et ces deux facteurs كان créer un risque pour les réacteurs des avions. L'avion atterrit ici, il y a les oiseaux et les taureaux qui aspirent les réacteurs. Quand il va rouler sur la piste, il y a un autre risque, c'est les granulats au bord de la piste qui aspirent. Ce qui fait que donc, ça a constitué un grand risque. Et pour parer à ça, donc on a été obligé de faire une étude de réhabilitation pour lutter contre ces deux facteurs. Le premier facteur le plus important qui concerne la piste, parce que la piste constitue l'élément principal d'un aéroport. Donc c'est la piste qui est l'élément le plus important. Donc on a fait une étude pour réhabiliter la piste et on a trouvé une solution. Bon, on s'est rendu compte d'abord que les granulats utilisés auparavant avaient un problème d'adhérence. Le bitume, donc il y avait un problème d'adhérence entre les deux. Finalement, on a fait une nouvelle formulation. Je parle de formulation avec une dope, un produit pour renforcer le lien entre l'attraction entre le granulat ou le bitume pour renforcer, c'est-à-dire permettre d'avoir une meilleure durabilité de collage entre les deux et la durée de vie aussi de la piste va aussi gagner en nombre d'années. Si on devait faire 5-10 ans, donc on va pouvoir faire jusqu'à 15-20 ans. Donc ça c'est un volet, la piste et toute l'aire de mouvement, la piste plus le bretel et le parking, partout où l'avion doit se créer on appelle l'aire de mouvement. Il y a quand même quand via les dépôts, donc on a trouvé une solution. Ben déjà le mois de juin, c'était pour 14 mois, la date butoir pour l'achèvement des travaux c'est le mois d'août, vers la mi-août. Mais on espère finir avant, on est en train de faire le tout pour qu'on achève ça avant, parce que pourquoi on doit l'achever? Parce qu'il y a un deuxième projet qui va être lancé pour le deuxième facteur, lutter contre les eaux. On a déjà un projet d'assainissement, de rabattement de nappes, de pompage pour permettre aux eaux de descendre. Mm-hmm. Quand les eaux descendent, la zone Kamil Khan Mbulu, pour que Théo barde en l'aéroport. Chukran. إذا السيد الشيخ نجاي شكرا جزيلا لك سنعود لك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام طبعا ضيفنا القادم هو أحمد شريف حماه الله المدير العام لتنمية منطقة نواديبو الحرة وطبعا تعلمون جميعا ما قامت به المنطقة الحرة في مدينة نواديبو وما تواكبه من مشاريع كبرى سيكون لنا أيضا لقاء مع ضيفنا الكريم لكن بعد أن نأخذ هذه المقابلات وانطباعات المواطنين من مدينة نواديبو التي رصدتها كاميرا الموريتانية اليوم. لنهارات كنا نعانوا من شح المياه وقطعا جانا ذاك الوزير اللي جازي بالخير وطلصنا جميع الابار ورانا مذمين من بار هو من بار التلفزيون الموريتانيه مذمنين ذاك اللي عدل لنا السيد الوزير ورانا مذمنين ذيك الانجازات ورانا مولي مذمنين قضيه الماء في نواديبو في بولنوار بيلي بولنوار كانت عندها 12 بير ودركاتيها عادت 32 بير نتيجة لاش نتيجة لديك الإنجازات اللي عدل السيد محمد الشيخ القزواني ارتعب جزاهم الله عنا خيرا جزاهم الله اللي عنا خيرا ساعد لي الحمد لله طلعنا فيهم مرقونا كنا ولا قط إن شاء الله الحق الخلاص نتسلفنا وجيناهم وذاك اللي مرقونا كنا ولا قطينا اللي جينا بها الطب وردنا بها توجهنا على المنطقة اللي نقالها العين واستثمرت فيها الناس اللي قالوا زراعة الخضروات والنخيل و في ذاك المجال كان عندنا شح في المياه ونقص والله قاع حكما كانوا مقطع عنا وعقب جانا الوزير وزير المياه والصرف الصحي مشكور وفتح لنا الماء يوم الجمعة ونظرا لذاك اللي عدلنا نمتنوا به للنظام ونمتنوا به التوجيهات الرئيس السيد محمد الشيخ القزواني حامد المولى
مولانا للنقل والمعرم حامد مولانا شاكن وحامد شاكن من قزوان خلصنا ياسم الدين كان فينا. إذا مشاهدينا الكرام كانت تلك بعض المقابلات التي رصدتها كاميرا الموريتانية اليوم من ساكنة مدينة نواديبو. نعود لضيفي السيد أحمد الشريف حماه الله المدير العام لتنمية منطقة نواديبو الحرة. السيد المدير العام، ما الذي حققته منطقة نواديبو الحرة خلال السنوات الماضية؟ منطقة نواديبو منطقة نواديبو الحرة منطقة قامت بعديد من المشاريع وتواكب العديد من المشاريع، ما الذي حققته فعليا وواقعيا وملموسا لساكنة ولاية داخلة نواديبو خلال السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للتلفزة الوطنية الموريتانية على هذه السانحة من أجل التحدث عن بعض الإنجازات التي قام بها في مدينة نواديبو العاصمة الاقتصادية منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ العزواني مقاليد الحكم. كما تعلمون المنطقة الحرة منذ إنشائها واجهت بعض التحديات من أجل جعل عاصمتنا الاقتصادية قطب إقليمي ودولي بامتياز، وهذا بالسنوات الأخيرة بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبفضل النظام التحفيزي والمناخ الأعمال المتواجد في بلادنا عامة وفي نواديبو خاصة. تمكنا بفضل الله من في منطقة نواديبو الحرة من إنشاء ما يربو على 300 شركة، معظمها شرائك أجنبية استثمار أجنبي، وتمكنا من خلق ما يزيد على 12900 وظيفة مباشرة للمواطنين الموريتانيين. هذا رقم يعني مثبت منه ورقم يعني على أرض الواقع، والشرائك متواجدة على أرض الواقع ولله الحمد. منها مصانع تم تدشينها من طرف فخامة رئيس الجمهورية، يمكننا أن نذكر منها مصنع تعليب الأسماك الزيارة الماضية التي سعدنا بها لفخامة رئيس الجمهورية. تم تدشين هذا المصنع الأول من نوعه حاليا في المتواجد في موريتانيا وفي نواديبو خاصة لتعليب الأسماك وتصديرها. واليوم يعني محفظة الشرائك المنطوية تحت نظام المنطقة الحرة يناهز مليارين من الدولار الأمريكي، وهذا مبلغ يعني لا يستهان به. هذه الشرائك موزعة على قطاعات حيوية تمكن من إنشاء وظائف، وهي قطاع الصيد، حيث في هذه السنوات الأربع الأخيرة تم إنشاء ما يزيد على 50 شركة مصنفة بالشركة فوق متوسطة، يعني من 100 الى 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 ما يزيد على 200 وظيفة، والشرائك يعني معلومة وموجودة الحمد لله، وما يزيد على 10 فنادق فيما يخص قطاع السياحة. 10 فنادق راه اللي عندكم شفتوه، واللي حد كامل وجه لنواديبو يعرف نواديبو صلن وجه يعرف عن فم طفرة في هذه السنوات الأخيرة فيما يخص الفنادق وقطاع السياحة ككل من فندقة ومطاعم وشقق. الحمد لله اليوم ما تتعدل في نواديبو مشكلة استقبال الضيوف حتى عن نواديبو عاد. الحمد لله الحمد لله اليوم وفم مشاريع قيد الإنجاز فيما يخص قطاع الصيد وقطاع هذا. وفم اليوم في تخريد ذكرى عيد الاستقلال العاقبانا تشرفنا بتواجد سيد الوزير الأول هون، وتم إطلاق مشاريع كبيرة، وهذه المشاريع نذكر منها اللي ذكرته ذلك مشروع الطرق اللي عدل في نواديبو هون اللي يزيد على 36 كيل. هذا ظهر لي عنه عدد رقم كبير شوي في المدن الداخلية، 36 كيل مقسم على 8 مناطق وفيها 8 كيلوات تعتبر كورنيش، يعتبر هو أول كورنيش. 36 كيلو فات خلقت فيها الأشغال قيد الإنجاز والآليات
تشتغل. وقبل نهاية هذا الأسبوع لا يبدأ الوضع الإسفلتي اللي هو البيتيم لا يبدأ يندار إن شاء الله ربنا. وهذا يعني ظهر لي عن قناتكم الموقرة والمحترمة شاهدتو وأطقمكم ليارتم عودوا شاهدوه وضيوف نوادي بوكامل شاهدوه. منهم واللي شي مناطق ذك عزلة عن المواطنين. هذا 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 اللي متبارك معاها مثلا في نظام في برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي متبارك معاها مثلا تآزر. ذا البلد اللي فيه تآزر ذم برنامج طرقي واعدهم لا يفك العزلة عن هذا البرنامج. ما لين قال تآزر عدلتنا بنيانة زرقتنا بعيد لا ذم طرق لا يدشيهم مبارك معاها وفم الماء وفم الضوء وإذا كاملوا إن شاء الله ربنا المواطن لا يعود عالمين بها اللي والله فم لا فم شراكة بيننا احنا وفم شراكة بيننا فم شراكة بيننا من المنطقة الحرة. ماشي يعني فم شراكة بين قطاعات الدولة كاملين فم تكامل بينهم. وهذه ظهر لي عنها مسألة يالتها تذكر عن عاد فم الحمد لله الزمن الأخير تنسيق ثم مليها للماء بين تنسيق بينكم والله. وفم بما يخص القطب السياحي اللي خلق فيه تنمية كبيرة وتطوير حد اليوم جل منطقة اللي نقالها القطب السياحي اللي نقاله كابانو يعرف عنه صلين كان شمل برقة وضرك عاد فيه فنادق وفيه شاليهات وفيه بنى تحتية تضاهي بعض الدول المجاورة هون الحمد لله. وهذا كامله فضل الرؤية وفضل مولي المناخ الأعمال العاد موجود والثقة العاد موجودة عند 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 بلدنا ولله الحمد. هذا 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 نكمل لكم إن شاء الله وبعد لا نرفع لك إن شاء الله ولا حق نعرف إن عندكم ياسر تقدروا تقولوه وليلة بعد متاح لكم كامل قاعد فرصة عنكم إن شاء الله ما سمح بيه الوقت. السيد المستشار البيت تحدثتوا عن وزير التجهيز دشن أمس محطة نقل طرقي وهي المحطات وما عندكم محطات في هاي مستوى العاصمة الاقتصادية هاي المحطة من درا ربما مواطنين ضرك الناس اللي تابعنا تسوي لي كان الشراي كامل اللي تعدل النقل لا تتحول كامل المقرات وتعود فم وتعود كامل جامعته والله لا خاصة مد. شكرا جزيلا على السؤال. دونك المحطة اللي دشنا معالي وزير التجهيز والنقل هي محطة اللي تعود هي محطة اللي يتم منها نقل بيني مع عند نوادي بور جميع المناطق الأخرى. وهدف منها الأول هو كان على أن وش رأيك اليوم اللي ينقلوا الناس كاملة اللي تراعي فيهم كل حد عنده شريكة وموقف قدامه بيساتوه ومعدرين اللي قالوا لوكيباسيون إلا قال الدومان بوليك اللي هو استقلال فوضوي للمجال العمومي عنهم اللي يتحولوا كاملين خالق الله حد اللي ينقل من المحطة العمومية وظفرتها الدولة واللي تعود إن شاء الله تعالى قطب تنويبي الهدف من أنه يحيي ذيك المنطقة اللي ينقل شريكته باسمها إلى الحياة ينقل بشريكته إلى كامل الناس كاملة تعود تنقل لا من ذيك المحطة إن شاء الله تعالى والجيم اللي حد جاي ليش لا ذيك المحطة وليتم توفير خطوط للنقل شورها من وسط المدينة شورها هي إن شاء الله تعالى عبر سيارات الأسرة وعبر الباصات إن شاء الله تعالى. هذا هو الهدف من إنشائها لأنها بتعود هي محطة طرقية جامعية هي متوفرة على جميع وسائل الراحة والأماء فيها الماء وفيها الكهرباء فيها 11 مكتب وفيها شباك موحد لقطع التذاكر وفيها فضاء خاص بالناقلين وخاص بشركاتهم وفيها مقهى وفيها مسجد إياك حد كامل جاي ليجبر جميع الوسائل اللي ذو والهدف منها شنو هو لأن ذوي شرائك الناقل الموجودة اليوم تنقل من وسط المدينة بشكل فوضوي تعود عندها محطة طرقية نموذجية توفر فيها جميع المعايير وينتقل لها منها. هذا هو الهدف لو يتم إن شاء الله تعالى عقب تدشينة تحويل لجميع شركات النقل ويعود إن شاء الله تعالى ينقلونها وليتوفر خطوط أيضا للنقل ما بينها هي وسط المدينة حالا لأن حالا ما فهم خطوط النقل لا عبر الباصات لا عبر تاكسيات موجودة له وليتم افتتاح مكتب إن شاء الله تعالى لشركة النقل العمومي هون على مستوى نوادي بو لتوفير هذه الخدمة اللي هي خدمة الباصات وسيارات الأجرة اللي يتم لهم تحديد خطوطهم من المحطة إلى وسط المدينة إن شاء الله تعالى. كي قلت هذه المحطة تدخل في ضمن عدة محطات طرقية تم تدشينها في مستوى البلد كامل فهو دشنهم رئيس الجمهورية مع جسر تآزر اللي تم بناء وتشييده هذا هو ضمن تطوير مجال البنى التحتية اللي عدلت في البلد تم تدشين جسر تآزر ومهم العمل متقدم في الجسرين الآخرين اللي هو جسر مدريد وجسر الحي الساكن هذا نضيفه عليه الحمد لله العديد من الطرق اللي تم تشييدها
تشيد فيها 900 كيلومتر تم منها والعمل جاري في 1500 فيها الشيء هون على مستوى الولايه على مستوى الولايه هون لان نتكلم عن النواديب على مستوى الولايه شريت بشراش من الناس الاخرى على مستوى الولايه تم الانتهاء من طريق بن الشاب طريق النواديب وفيها 33 كيلومتر داخل بنقر ولايه ناقشوط هي كامل طولها 74 يقال فيها 33 داخل ولايه داخل النواديب بالاضافه الى دراسه تمت لربط طريق بولنوار بشوم هو الطريق اللي يمكن من ربط الولاية اليوم ولاية نواديبو بولاية ولاية تيرسيزم اللي كانت بينهم عزلة ما فمش رابطهم ما هو سكل حديدي وهذا هو الطريق اللي يعود النهائي اللي يربط يعود جميع الولايات عندما تتخلق ولاية ما مربوطة بولايات الأخرى احنا ذاك انتقلنا مرحلة ربط الولايات شور المقاطعات عن طريق البنى التحتية ضيفوا عليه أيضا في مجال تنظيم النقل كي قلت لكم تسويت وضعيه بعض الناقلين كيف سيارات الاجره وسيارات التوك توك وكذلك اصدار المراسيم المتعلقه بالسلامه الطرقيه والمحافظه على ارواح المواطنين وندير عليها رصد جائزه سنويه للناقلين حول السلامه الطرقيه لافضل سائق وافضل شركه نقل لكن حثوهم على اللي قال له السلامه الطرقيه تم ايضا وضع حث شرائك على وضع محددات للسرعه الباصات ياكل ينخفوا من ذيك الحوادث اللي تنتج عن طريق السرعه المفرطه. لا ينقيسوا المنسق العام لمشروع البركه. سيد المنسق العام انتم التآسر قدمت ياسر من المشاريع وقدمت عديد الانجازات اللي قلتوا انتم ذكرتوها قبيل. انا ارتويتهم. ذكرتوا شو منها؟ ذكرتوا شو منها؟ وربما المشاهد مثلا تغير انا هون لاهي نحاول ان اطرح السيره يطرحها المشاهد اللي يتابعنا. مثلا التآسر قدمت الوحدين التأمين الصحي. وقدمت الوحدين توزيعات نقديه في حي ومسالوا جيرانهم ماها تراوش الجيران دائما يسولوا تاسر طاعت لدوك احنا انت لا تعطينا نحن لماذا ما نستفادوا من درايه كان تاسر عندها النظره الشموليه سؤال قيم شفتوا قادرين اختار وضح للمواطنين هو مع بدايه مؤتمر فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد الشيخ غازواني كان برنامج تكافل اساسا مقصر ل 34 اسره وعطى معالي تعليمات على صاحب الفخامه على انها تمشي ل 100,000 واليوم قاعد نعطي خبر لنا عاد 142,000 حتى انه تدخل مره ثانيه اعطى تعليمات اخرى مباشره ان نزيد ذاك العدد من 100,000 اللي فات تعهد به في تعهداتي واليوم واصل 142,000 معناها الامل شديد معناها اعلن هو تعمل رحمه مولانا الاخر ما يقدر يدعم يقال رياض من عود موريتان اللي من طرقي مبدا يظنوا على انفسهم ولا ما يقدر يدعم صح يقال ما نحن اللي شق علينا حد لا عاد لنا شيء ما هو شفاف والله ما هو واضح مدى التويكه واضحه. احنا معتمدين معايير علميه واضحه نعدل. سابق بدايه مؤتمر فخامه رئيس الجمهوريه كان اصلا المعيار تعدل جمعيات عموميه على مستوى القرى والارياف وحتى على مستوى المدن وتختار الناس فقراها. قد يقول بعض المواطنين احنا ما حضرنا الاجتماع، نحن انظلمنا، نحن ما علمنا نحن. المندوبيه العامه بدايه عملها قررت انها تعدل اليه جديده اليه بيت معناها كل مواطن موريتاني يدخل عليه. بدانا بنواديبو هي الفكره الاولى جات بنواديبو وبعدين في ناقشوط. ولاية أعضاء تحيين السجل وعدل مستوى موريتانيا الأخرى كامل ذلك تعدل من تحيين المستوى السجل الاجتماعي وعدل بنفس الطريقة معناها مات الموريتاني قد يقول أنا ما نجاني حتى اليوم لأنه بدون مبدأ ثاني هو اللي قال له الإعلان مباشر معناها حد كامل ظاهر لأنه فقير يجي ويعلن على مستوى السجل الاجتماعي وينقض معلوماته وعدل له تقويم علمي بسيط لنعود فعلا في المعايير يدخل في السجل الاجتماعي معناها عاد إعلان مباشر معناها حد يعلن هو عن وضعيته مسألة خلينا نقولها علن الدولة لين عدد التآزر وعدد التأمين الصحي اللي عن تآزر اللي فعلا التأمين الصحي خاص لأنه يختلف عن التأمين الصحي الموظفين من خلال أنه المؤمن ما يدفعش وعنده نفس اللي عند الموظفين كان معناه أنه عنده الرفع شغل الخارج وعنده التأمين في الأدوية ولا يدفعش وإذا كان مؤمن 100% هذا فعلا خاص يقارب هو اللي هم طبقة هشام مواطنين ويالتهم يحسوا بأنهم جزء من الوطن ويحسوا بأن انتمائهم ما هو إلا بطاقة التعريف أن انتمائهم فعلا وهذا هو الياس المواطنين ما هو فاهمه حتى ويشكك فيه دائما تشكك في التحويلات النقديه ما عندها قيمه الفضل اعطى ما عندها قيمه لانه هو من سن مبلغ يدعو مبلغ زهيد انه قاعد يدير مره واحده الكريدي غير هؤلاء المواطنين حد ما يعرف موريتانيا يقدر يشك انهم 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 ما هم مواطنين اولا رشداء في تصرفهم وثانيا هذا المبلغ ينعطى لهم يحسوا فيه نوع من الشعور بانتمائهم للوطن ويحسوا فيه انه فهم نوع من صيانه كرامتهم ويحسوا فيه انه نوع من الاحساس بمقامه الجمهوريه مجي وتشخيص العميق لوضعيه مواطنينا. نحن نرجعوا للاحصائيات اللي سابقا في مقامه رئيس الجمهوريه نخلعوا. نحن عندنا 97 مواطنين الفقراء ما عندهم قاع ولا خدمه الكهرباء. تاز ما تعدل الكهرباء، احنا اليوم فتنا عدلنا الكهرباء في 21 قريه موريتانيا. وعدلنا زايد على 70 شبكه مياه، وعدلنا الحمد لله اليوم من 64 شنو قالها
أبار توازية. وحتى نفهم اليوم نعطيكم خبر مهم عندنا احنا تاو خارج بلاصين قال الشيخ العطاش كانت اليوم عاد هذول مسمين الشيخ المولى الشيخ التعهدات. لماذا؟ انطلاقا من مبدأ بس انه ما كانوا يتوقعون يعجموا الماء. احنا عندنا في منظوة عندنا لهم الماء اللي ولا اليوم متوفر الماء عندهم 20 كب للساعة من الماء الحلو من الزين. معناها على المندوبية العامة عندها آلية جديدة على انها منين تتدخل تتدخل. ما تحتاج المواطن منين يعودهم عنده شعور في النقص. ماهوش الاقصاء والتهميش تكون تأزم. مندوبية موجود. احنا قاعد ندخل جميع موريتانيا ما خارج قرية موريتانيا ولا ريف اللي ما ندخل فيه. احنا ندخل على مستوى جميع قرى البلد يا زلمية من 349 قرية ندخل فيها. يا قارئ مولي منين يعود مواطنين في البلد حاسين هم عندهم إشكالية العطش والله إشكالية من بيتها وإشعار التآزر بها خدمة للتآزر. لأن التعليمات اللي عندنا في قناة الجمهورية واضحة في هذا المجال. ما نتأخروا. وفعلا لا يعود المواطنين لاحظوا علينا ما نتأخر. بالنسبه لمدينه نوادبو لا تكمله قال مستشار نحن العام الماضي بدانا وحده تحليه مياه على مستوى مدينه نوادبو وردك 8 شهر قال فيها قريبا يتوفر 600 طن لليوم. هدفنا منها على ان نخفوا عن شركه المياه عبء المزارعين كان عنده ويعود بالتالي عاد ذيك الكميه اللي كانت تقسم المزارع عليها تساعدهم هم في بحل إشكالية التكامل بينكم طبعا فهم آلية أخرى على مستوى داخل نوادبو. هسه بنكمل قضية التأمين الصحي. التأمين الصحي المواطن لا ينسى عن فهم مولي فهم كناس عاد موجودة اليوم لذلك تكمل لذلك كانت تعودهم بالتآزر لأن المواطن كامل ضعيف بس بعمل توقيه ما قال منه ما أعتقد حد قال تؤمن بس بعمل توقيه دياب عنه. أنا أعلن الدولة فهم تكامل بين مصالحها ما يقبل حد الأمور إلا عن التآزر عدد التأمين الصحي التآزر يتأمن 100,000 أسرة يقال التآزر ما يحدث في الدولة. قامت الجمهورية بإنشاء الكنس أعطى فرصة ثانية للناس أخرى الكنس قبل القطاع الغير مصنف في الدولة واللي صارت ضعيفة اللي ما هي في السجل معناها ما تعاني من الفقر يقال اللي هي عندها ظروف مثلا اقتصادية صعبة عندها تأمين صحي واللي زاد هو بأسعار حكماً ولا مجاني. هذا اللي نقبله كامل في حد ذاته نفهم معلن كيف تكون بداية حديث على أن المندوبية العامة تكمل العمل الحكومي يقال اللي فهم تكامل وقاعد في العمل الحكومي على مستوى جميع قطاعات الدولة. بالتالي نحن نراوع لنا يقدر الشقر عنا لا ينجبر حد مستفيد من التآزر ما عنده الحق يقال حد ثاني يرى أنه عنده الحق ما يستفاد هذا ما يقدر الشقر عنا يقال إحنا مولين عدد تدخلات أخرى ما هو لا تحولات نقدية. احنا على مستوى مدينه نوادبو احنا مستوى الوطني قاعد فتنا دون عدو عدنا حدود اليوم اكثر من من من, من 2000 نشاط من الدخل على مستوى 2300 وعدنا 800 الشهر الماضي على مستوى المرشود. نوادبو فات استفادت من 152 نشاط من الدخل و17 قرض تحسن معناها بسعر فائده صفر مع ما يدعو سعر فائده عليه. ودعمنا 70 تعاونية إنتاجية على مستوى نوادبو العام الفترة الماضية وكوننا 17 تعاونية زراعية على آلية اللي قالوا التكوين والإنتاج وأطرناهم خلال فترة عقب ذلك وأعطيناهم 13 سيارة زلالة العجلات من أجل تسويق منتجاتهم. هذا يضاف للمولي على أن سددنا ديون جميع المزارعين الموجودة على مستوى نوادبو لصالح شركة المياه التي تم شراء تسديدها في الأيام القادمة. عندنا عام تبعهم خلصوا الدين معناها أنكم تمهم لا احنا خلصين لا عن مزارعين نوادبو لكن قد نحاول أن إنتاجيتهم معناها تقطع المزارعين إنتاجيتهم تنزاد ويعود نفس الوقت مولي عاد علاقتهم بشركة المياه علاقة هذيك واضحة ما تات فيها متأخرات عليهم هم ولا يتعود تحديد وحدات تحديد المياه اللي قبيل صح على الخبر أن واحدة جرت وحدات ما هي وحدات تحديد المياه لا يتعاون قطعا المدينة في انها مسألتين واحدة الاكتفاء ذاتي مجال الخضروات وهذا مسألة مهمة نوادبو تربة خصبة بالتالي دور يعاون قاع على مستوى الوطني كامل. ثانيا نمو الى يعاون شركة المياه في انها تقدر هي توفر المياه واعتقد ان التكامل العمل الحكومي هو اللي يعقب يوصل لان مشكلة نوادبو هذا باطل لا يقدر يعود من الترشد مشكلة نوادبو على انه الحل فيه اساسا وهم بدوا كي قال محمد المستشار هو تنويع 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 المصادر وتنويع المصادر ما تقدر تعود مجال جوفي ما تتحل الحل يوم عدلات تحلية ونوادبو موجود على البحر واعتقد على ان مشكلتها اللي عندي من الاخبار وفات استاذ ابو المستشار فهم دراسه جديه على انه يعدل احداث تحليل الاخبار لهنا ابوهم عنده مستشار انتم المنسق بانا مراكش من اخباركم عندكم تعليق بعد قاع اللي قال الليله في هاي الدردشه العامه حول هاي الانجازات اللي بشكل عام تستهدف المواطن فعلا انه في مجالات خاصه مجال الزراعه لابد من نعود فيه تكامل لانه اللي نعود المصادر المياه محدوده يعود ذاك اللي عند شركة المياه يعود مقدم فيه سابق الخرزة الخرزة والشراب سابق الزراعة وراهو قبل يومين معالي وزير المياه طلب انه بولنوار الحرايث اللي فيها انه ينعطى لهم اللي نصيب تقريبا 3000 متر مكعب في اليوم لا يتعود تساهم في الجانب الزراعي وراجي إن شاء الله أنه عند منين يخلق هذا تنويع المصادر ويخلق اكتفاء ذاتي
خاصة أنه الفترة القريبة خلال شهرين لا يتم تشغيل هذه المحطة اللي تعطي 5000 متر مكعب في اليوم، ولا تعود فيه أيضا زيادة فيه 3 أبار استلمناهم من سنين مؤخرا، ولا هي يتم تشغيلهم خلال 3 أيام تقريبا، رابطهم بالشبكة والتوزيع، معناه أنه فيه زيادة الكمية، وفي نفس الوقت فيه أيضا مراقبة لجودة المياه، معناه أنه سواء كانت مياه البحر أو مياه جوفية، أهم شيء هو معيار الجودة، ضمان جودة المياه، والتأكد أن المواطن المياه اللي جاته صالحة للشرب وأنها تحترم معايير منظمة الصحة العالمية، هذا جانب مهم جدا، خاصة إذا كانت المياه سطحية وتضاف لها مواد كيماوية لمعالجتها والتأكد من جودتها. المشاريع بالنسبة للنواكشوط قبل ما تخسرش دي المبادرة تنضرب، لا لا ما عندها أي ضرر على الصحة، هي فقط مواد لمعالجة المياه، معالجة أولية، وفي الأخير يتم تعقيمها اللي هي المياه قبل توزيعها على المواطن. بخصوص الشركة الوطنية للمهون على مستوى نواذيبو، مثلا عدد من دركانها تغطي نواذيبو كامل درك، والله ثم أحياء ما يوصلهم الماء، فعلا في بعض الأحياء في الوقت الحالي ما يوصلهم الماء، والله يوصلهم عن طريق التناوب، مثلا توزيع بالتناوب في أماكن يجيهم كل 48 ساعة يرجع لهم الماء، لأنه الكمية اللي عندنا الآن، وهذه المشكلة راجع أنها تنحل، هذه هي إن شاء الله في قيد التآزر، حسهم لا يعاونوكم حتى مول جاتهم نوع من تغيير العقليات عند المواطنين، اللي ما يعطوا رشد ما يعطوا علم، هذا جانب مهم، يعطي المواطنين رشد المياه، هو عند مدى عنده إشكالية ذنبتها ما يعطي، إحنا هي هو فهم دائما الغياب، الفرق بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة، الدولة إحنا كاملين معناه قالت المواطن يشعر أنه ذا همه هو، ما هو هم حكومة، همه هو كمواطن، يتأخذ نوع من الترشيد على الاستهلاك المياه، الترشيد ضروري عام اشتريت المياه في نتعودية كمية اللي توصل للمواطن أكثر، ونحن فعلا دور نساهم، حتى أن قاعد للأمانة إحنا مستعدين عد تحدي وحدات تحديات مياه أخرى، ينعود المزارعين اللي عند دخلة نواذيبو، وينعود لهم طلب ثاني وقدمنا عن طريق سلم لدالي مستعدين له، نحن هدفنا نكمل العمل الحكومي، ما فهم هدف ثاني، السياسة القطاعية كان ناشئ فيه المستفيد الأول المواطن، السياسة القطاعية عن وزارة المياه يتحدد، يقول نحن مستعدين، ونقول بس معالي المندوب العام إنه مستعدين، ينعود فهم ضرورة وحدات تحديات مياه أخرى مستعدين عدلوها، لأن عفوا أن هذا هو الباقي للمواطن. ولا يجب هو فعلا قطاع المياه عنده استراتيجية طويلة المدى القريب، هذه المحطة التحلية اللي سيتم تشغيلها خلال شهرين، وفيه بحيرة تزويد العاصمة من بحيرة بولينوار، وفيه مشروع أكبر من هذا وهو محطة تحلية، والآن يتم دراستها وستغطي حاجيات المذيب، لأنها الدراسات الأولية تقول أنها تعود 50,000 متر مكعب من أيضا ما يخص أيضا لا من قد التكامل الحكومي العمل الحكومي. نحن في منطقة نواذيبو الحرة من ضمن المشاريع البروجي ستركتيرا اللي عندنا، من ضمنهم هذا المشروع 50,000 متر مكعب، دراساته بالتعاون مع البنك الدولي وفاو، والدولة هامها تعدلوا قررت عنها تشرك فيها القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو اللي لا بد من يعود عنده دور في التنمية الوطنية. واليوم قد نقوله عن في المنطقة الحرة فتنا توصلنا للما يربو على 4 أوفر سبونتاني، يعني قالوا بيزوفر سبونتاني 4 منهم من شرائق دولية متخصصة في ذا، وبالشراكة مع الوزارة إن شاء الله ربنا دور نشوف الطريقة الأسرع من أجل لا بيننا مع ينطلص هذه تنطلص توسيع المعدلة في بولنوار 7,000 اللي يجي من بولنوار إن شاء الله ربنا، وهذه محطة التحلية اللي ضرك اللي لا تطلق إن شاء الله ربنا 5,000 عنا في ظرف إن شاء الله ربنا وجيز، على الأقل بعد تعود فهم محطة تحلية أخرى
ما يربو على 25,000 متر مكعب وتعود عن طريق الشراكة العمومية الخصوصية. هباط الله وتو اخترت نعرج بما نتكلموا عن هذا بين معنا. ودائما في المجال أيضا فيه مكتب ياباني عرض مؤخرا أنه هذه المحطات محطة تحلية, لأن هي دائما العامل فيها أصعب شيء هو الطاقة. والعرض اللي أعطانا مؤخرا أنه لا يتم بالطاقات المتجددة, أنه يحاول أنه في نفس الوقت هذه المحطة 50,000 يتم تزويدها بالطاقة المتجددة, وهذا شيء مفيد جدا. إذن الأنوار من بولنوار قد يعدل عن طريق بولنوار. بولنوار من أكبر مناطق الفيا رياح موريتانيا, فقد انه حوض يعتبر هذه منطقه كامله, المنطقه كامله اعطاها مولانا جو وظروف طبيعيه مواتيه للي قالوا الهيدروجين, لان ما تكلمنا عنه. هنا فما اربع مشاريع كبرى قيد موليه دراسات نهائيه, ثلاثه منهم بعد دراسات نهائيه, لا كاملين في هذه المنطقه هون, وهذا كامل بفضل ظروف طبيعيه من هواء والشمس والشيء. حتى مولي هذا يودي يعني نتطرق دائما في نطاق هذه الظروف الطبيعيه اللي احباب بها مولانا بلدنا ومنطقه هذه النوادي كاملها. فيما يخص المياه فيه مشروع كبير والناس لها ياسر تتحراه, اللي هو مشروع ميناء مياه الاعماق. الناس كامله تتكلم عنه والناس ما تتكلم عنه, وكان فيهم قدر من العراقل, وذو العراقل كاملين الحمد لله بفضل مولي دائما الرؤية النيرة والتوجيهات عنه ذا المشروع عنه ينجز إن شاء الله ربنا, وراجين عنه إن شاء الله ربنا ينجز في الأعوام القادمة بإذن الله. وهذا المشروع اليوم حكما عاد وضعيته عاد وضعية حقيقية, لأنه الصفقة انطلقت والتقويم الشرائك اللي طرحوا وعدلت وانتهت وعاد فمات إياها لائحة بشرائك اللي قادة تعدل ذا, وهي شرائك كبرى يعني ما قاعد نعطي أساميها, ولكن شرائك كبرى دولية متخصصة في الموانئ يعني. وهذه الشرائك لا يتنقبل منهم واحدة, وهي الشركة اللي يتنقبل لا يتعدل الإنشاء ولا هي تسيروا إن شاء الله ربنا. وهذا كان طبعا بالشراكة مع قطاعات الأخرين اللي زادهم بيارتهم يدروا بدلهم ذا من مثلا وزارة التجهيز ووزارة الصيد المدني. مدير العام لا تخلينا تفضل. فما الوزارة تعمل أيضا على دراسة إنشاء خط بحري ما بين نواذيب والمقشوط اللي ما هو موجود حاله مباركه على دراسته ان شاء الله. لا هي ان شاء الله نقبضوا هذه شد اخبارنا الليله عن واديب وعن اللي تحقق فيه. مزنا لا هنا نرجع للشيخ بعدين نقبض ان شاء الله وش من راي المواطنين اللي ارصدناهم اليوم, ولا هنا نرجع ان شاء الله بس نقبض اخبار مطار واديب. جملة من المواطنين ايضا ارصدنا ارائهم اليوم وانطباعاتهم, لا هي تابعوها ونرجع لكم. انا بدوري شاكر رئيس الجمهوريه على هذه الزياره, وأن زيارة جاءت في وقتها ومذمنينها وشاكرين عليها حته, وشاكرين على هذه الإنجازات تقدم في مجال الصحة وفي مجال النقل من خلال تدشين محطة النقل لا يتوسع النقل في نواذيبو. شاكرين عليها حته, وشاكرين على تقسيم 100,000 تأمين صحي, وشاكرين مولي تآزر على التقسيمات العدلت على مستوى نواذيبو. بالنسبة لنواذيبو نرى فعلا جاءت فيها دورة ما هي معقولة بالنسبة للتآزر اللي عدلت به اللي عدلت صماه هون قاع وحده, عدلته في الشرق بيه اللي احنا هذا نشتغله هون, وعندنا ياسر من الخالق الشرق نعيله عليه ونعيله على الناس اللي هون, وقطعا علينا رينا راحة من ياسر منه ذا اللي الشرق, ورينا راحة من ياسر من هذا اللي منه هون بهذا اللي فضل اللي يجبر شهري. مثلني الأنشطة اللي تعدلوا من شهات الدولة وأنشطة التآزر, والأول منه هذه التقسيمات المياه اللي تعدل في انحاء هاي العاصمة الاقتصادية. ما شاء الله ما يقدر يقول لك حد عنه عطش من الساعة اللي بدأوا هذه الأنشطة. وكذلك التأمين الصحي اللي ما هو مواطن ولا حد فاصل ما هو حد فاصل السالك منهم, ما شاء الله ناس فر بدت عليها الناس المحتاجين له. احنا خالق ذلما اللي جاي عن طريق بولنوار
هذا بالنسبة لأهل نواذيبو حلم كبير، وبالتالي أعلننا أهم شيء لا يجبر نواذيبو ذا اللي قالوا الماء، وعاد هذا الإنجاز اللي يعدل بالنسبة لنا احنا لأنها رواية ما قد يكون مدى تشكر عليها. احنا مولي اللي أطلع خرصوا هون عن ينين يعدل النشي ما قد يكون أعلننا نشكره. مبدئيا مرحبين بزيارة الرئيس، وقطعا أهل نواذيبو مرتاحين لها تبارك الله، ونعرف عنها الدور تقبل منحة مشجع. عموما المشاعات اللي خلقت هون كانت مشكلة المياه فيها قطعا تأثرات، وتبارك الله لا شوفوا قلب عليها تبارك الله، ولا تبارك الله ما فهم أي مشكلة تبارك الله. إذن مشاهدينا الكرام عدنا لكم من جديد، طبعا واصل في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم مستشار وزير التجهيز والنقل والمنسق العام. منسق العام، هذا الحلقة الليلة تقودنا الحديث عن إنجازات ومكاسب تحققت في ولاية داخلة نواذيبو خلال السنوات الماضية. طبعا تآزر يبدو أنها متصدرة المشهد، المواطنين يبدونهم ذاكرينها. شنو تعليقكم؟ نعم طبعا نحن انا ذا كامل، هو ذا كامل مهم عنه لا يستفاد من المواطن يسوى جاي من يقولون السحابي لا جات يسوى يسوى منين جاء. تفضل. شكرا جزيلا. شفتوا على مستوى الولاية تم وزارة التجهيز والنقل قامت بالعديد من الأشياء، في أشياء ما ذكرناها مهم اللي ساكن في نواذيبو، منها هو إعادة تأهيل الطريق اللي هو شريان الحياة ما بين الرابط ما بين نواكشوط ونواذيبو، هذا الطريق اللي يتم إعادة تأهيله من جديد، والدراسات قامت بها تقوم بها حالا مكتب مغربي بطارة تعاون ما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية الشقيقة، والأجزاء اللي حالا منه خاسرة تقوم بشركة مؤسسة صيانة الطرق بصيانتها، فتمت صيانة منه 80 كيلومتر، تمت أيضا صيانة طريق الرابط ما بين معبر الحدود بوست بيكا 55 هو طريق الرابط الوطني. يضيف إليه أن دراسات متقدمة في أخبار لتورت اللي الناس دائما تسول عنها، أنت اللي تخلق دراسات متقدمة فيها لتورت ما بين نواكشوط ونواذيبو إن شاء الله تعالى، زيادة على إعادة تأهيل الطريق اللي هو طريق اليوم الوطني رقم 4 الرابط ما بين نواكشوط ونواذيبو، دراسات متقدمة لإنشاء طريق سريع. هو حالا ما تلا خاسر، كان في أجزاء خاسرة متبارك معاهم مؤسسة صيانة الطرق حالا بات عدت من 80 كيلومتر، بغير فم دراسة حالا لإعادة تأهيله كاملة من جديد وتوسعته، وذا اللي تقوم به اللي يتم في إطار تعاون ما بين المملكة المغربية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفم مكتب دراسات مغربي متبارك حالا مع عدة دراسات اللي عند انتهاء منها اللي يتم تقييم العروض إن شاء الله تعالى وإطلاق الأشغال. هذا جملة من المشاريع الطرقية اللي ما عرفنا تكلمنا عنها اللي تم إنشاءها هون على مستوى لا ينشركم معنا منسق أشغال مطار نواذيبو السيد المدير المساعد لدراسات البنى التحتية. مطار نواذيبو دي الأشغال اللي تعدل فيه، من رأيك كانها مراعية فيها المعايير الدولية المطار، مطار كيف مطار نواذيبو مطار عاصمة اقتصادية، من درا يكان ذيك المكتب المراقب مكاتب المراقبة المعايير يكانها مثلا دقيقة خاصة في رواية حساسة كيف تكلمت انتم قبيل عن هذا، في خطر على المواطنين وعلى الناس به اللي لهي شيء في طائرة تتعرض حياتها للخطر. كونسرنا لبيرو دو كنترول وي لبيرو دو كنترول Il travaille sur la base des normes. Le métier, bon, pour tout métier, il y a des normes qui l'encadrent. Les normes, il contrôle les travaux par rapport aux tolérances. Il y a des tolérances à respecter pour avoir l'INI ou une chaussée acceptable. Il y a toujours des tolérances à respecter. Mais pour les aéroports, c'est un peu spécifique par rapport aux autres infrastructures. Parce que vous avez l'OACI qui a émis des annexes qui encadrent tout ça, et que nous avons au niveau de l'aéroport la SECNA qui nous suit, et l'ANAC aussi qui est garant des normes, qui est là à chaque fois que nous faisons quelque chose, avant que même le bureau de contrôle y approuve, il faut que l'ANAC donne son avis, parce que l'ANAC est le garant des normes. Au moins, nous représentons l'OACI, l'organisation internationale la normalisation pour l'aviation civile. Il y a l'ANAC qui est là en Mauritanie qui les représente. Donc tout ce qui concerne les aéroports,
avant que le bureau de contrôle n'approuve définitivement, il faut que l'ANAC donne son avis sur la structure de la chaussée aéronautique, la route, la piste. Avant de l'approuver définitivement, l'ANAC, il faut qu'il chauffe, donne son avis. ينزل العمل ينزل العمل باسكو يا دي نورم تفضل يا دي نورم يا دي نورم كوم لانكس 14 لي نورم سي لانكس لانا كي جير سا و يفوك هما يزيكزيس كنو اون ريسبكت سا المستشار له هي يدي الافكار شويه الناس الاخرين في النادي لانه تاخذ جميع الاجراءات لانه ذي الاعمال اللي قام بها في مدرج مطار نوادبو يحترم المعايير الدوليه في اللي قالوا تعدال لي بيست ديزيرابور معناها انهم ما هم تكون الا على المختبر الوطني للاشغال العموميه وحده بما ان ذم وكاله الوطنيه للطيران المدني اي شيء لا يعدل في البيست اللي هو لابد من تعود هي اللي واقفه عليهم نزلته هذو ذو الاشغال اللي هم من ذيك الناحيه ممكن انهم يحترموا ذيك المعايير الدوليه اللي قالوا تشييد المدارج هذا المدارج التوقيت اللي الله توفى فيه قلنا انه شهر 8 ويعملوا حالا في انه توفى سابق ذيك الاوقات بالنسبه للمدرج قد يستقبل اليوم جميع اشكال الطائرات واللي تنتهي فيه الاشغال اشغال المدرج ان شاء الله تعالى خلال 21 يوم ثلاث اسابيع يا غير فم دي ترافو انكس خرين مازالوا هي الابريتل اللي قالوا الباركينج للطائرات اضافه اللي قالوا السور اللي عليه اللي هي لاكلوتيل هذا هم اللي يمشوا من الحقوقات يا غير اليوم مطار نوادبو قد يستقبل جميع اشكال الطائرات كان يقول على انه الطائرات اللي عندهم ديريكتور ما يقدروا ينزلوا فيه خايفين من اللي قالوا الحصي اللي في لابيست يعود الطائره ويدخل من الديريكتور يا غير ما طلعت مشكله مطروحه لذلك كانت خاسره من المدرج تم بنائها وتشييدها طبقا للمعايير وفات والبقيه اللي تندار عليها لا تفيد دونك هذه العمليه وفات بالنسبه للمدرج نوادبو قد يستقبل ان شاء الله تعالى جميع الطائرات والاشغال داخل المدرج ليتوفى ان شاء الله تعالى خلال 21 يوم بشكل عام الاشغال العموميه فيه ليتوفى سابق الاجال بالاجال المحدده له هو شهر اكتوبر توفيق ان شاء الله توفيق انقصوا اهل المنطقه الحره المنطقه الحره نوادبو شوي نختار سابق الضيف وشوي نختار بشر مواطنينا الاخرين في الجزائر الاخرين موريتانيا عندنا الاشغال كامله انهم بدوا على جميع المطارات خارج المطارات اليوم عادوا جاهزين لاستقبال الرحلات ضمن رحلات ليتو برمج المطار كيفا ومطار سيدي بابي خلال الاسابيع المقبله اللي يستقبل الرحلات وبصفه مستمره ايضا لان تم التهيئه لا انقصوا المنطقه الحره المنطقه الحره انتم اختلاف نوادبو حولكم ما الذي اضافت المنطقه الحره نوادبو ما الذي حققت في مجال البنى التحتيه في مجال تغيير مظهر العاصمه الاقتصاديه ايش عدلت المنطقه الحره شكرا جزاكم الله خيرا هذا سؤال جيد سابقا بعد بما أننا كنا نتكلم عن المطار وما يخص الأمور اللي تخص المطارات أول شيء والأشغال وانتهت وهو إنشاء محطة تخزين بما أننا في المطارات إنشاء محطة تخزين الأسماك في مطار نوادبو ومعها ملي شباك موحد وهذا له يمكن عن الأسماك الطازجة اللي تمشي من نوادبو لأنحاء العالم تعود تمشي وتخزن حسب معايير دولية معتمدة ولا بد منها هذا بما يخص المطارات بما نتكلم في المطار هذا ما أنجز في المطار فيما يخص البنى التحتية الأخرى راح اللي عنا كيت ما قلت لكم لين عندها مرة أخرى منذ إنشاء المنطقة الحرة الواجهة الحضارية لمدينة نوادبو تغيرت تماما حتى كان يدخل نوادبو كان يجبر قدامه رجال مسلحين عندهم نقولوا نحن بوزات رافدين أماسهم يزاول عملهم عند منطقة معطية لهم أصلا كانت يشتغلوا فيها ما عندهم ظروف أبسط ظروف والمعايير الصحية ما هي فهم وعدل مربط وعدل بطوار فيه جميع المؤهلات ياك يزاول ياك تعود الناس المواطن يوكل يوصلوا للحم بصفة مصقولة وبصفة تحت فم صحية بصفة تعود صحية هذا فيما يخص مثلا الطرق مشيت اللي عنها قريب ما يزيد على 40 كيلومتر وقلت لكم عن قيد الإنشاء 36 كيلومتر وإذا وضاح على اليوم الطرق عاد الطرق بمعايير دولية واسعة وفيها ملي أرصفة وإنارة موجودة
كامل وتبارك الله سبحانه الله اللي عنه كان مفصول فيه البنى التحتيه الاخرى الداعمه كامل هم اللي الله اللي عنها وعدلت. فيما يخص المسائل الاخرى اللي تقد تعاون بهم المنطقه الحره في نطاق العمل الحكومي هو عن تنقص من تعاون على نقص من والحد من هذا اللي قالوا البطاله الله اللي عنا له 3 سنوات عدلنا فهم اللي تعطير وقدر من لي فورماسيون وعدلوا تكوين وعدل ما يزيد على 1800 مواطن موريتاني 60% منهم من النساء في قطاع فيما يخص قطاع الصيد وبالنسبة للموانئ اليوم نقد نفتخروا عنا هذا فخامة رئيس تحت برعاية فخامة رئيس الجمهورية الوزير الأول زيارته للمواذيب الماضية وضع حجر أساس تطوير ميناء خليج الراحة اللي قال له بور ارتيزانال حد يعرف بور ارتيزانال ولا رانا متمعدين معها بعد سنتين إن شاء الله ربنا يشوف ذا التطوير اللي له يعدل له بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية مشروع يناهز 20 مليون أورو فيه ما يزيد على 500 مخزن للصيادين التقليديين فيه 7 كيلومترات من الطرق يعني الأسفلتية فيه نظام صرف صحي فيه إنارة فيه سوق سمك لا يعود سوق سمك لا يعود الوحيد في شبه المنطقة لا يعود هذا كامل الله اللي عنه من إنجازات اللي يالتهم يذكروا لهذه الحكومة اللي ذم ميناء فيما يخص ميناء المستقل نواذيب المستقل فيه ملي رصيف تجاري وطور ومبارك مع مشروعه لا هي إن شاء الله ربنا يبدو فيه الأشغال دركات إياها ولا هي مسألة مهمة يعني لا يتعود ذم ميناء مياه الأعماق هذا الصقع عنين يعدل لا يتخلق طفرة في نواذيب طفرة اقتصادية في البلد إن شاء الله ربنا وراجين عن الأشغال عنها في منتصف 2025 أن تبدأ الأشغال بصفة يعني مدير ماتنا عندنا مدير ماتنا عندنا ياسر من الوقت سؤال أخير ياكن لاهن هو قضية دور المنطقة الحرة في رقابة الأسعار ودي المواد اللي المواطنين يقولون عنكم في الأسعار فما مواد مثلا مرفوع عنها الجمركة ومع هذا هي مرتفعة دوركم في هذا في دقيقة واحدة نحن دورنا تكاملي مع وزارة التجارة وقليل أسبوع ما فهم مراقبة الأسعار ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية وحرقها أمام منظر يعني من الجميع وهذا الأسعار اليوم ما فيها ذاك الكان خارج وينقال عنه ما هو خارج والمواد اللي معفية من الجمركة قليلة الآن المواد لابد منها اللي هو الديوك مثلا واللبن وهذا أسعارهم مثبتة ومراقبة شكرا جزيلا لكم سنعود إليك المستشار في دقيقة واحدة طبعا هاي الدردشة اللي لكن نتمناه عنها طول غير الوقت كما تعلمون اللي أرحم في دقيقة واحدة ما الأفاق المستقبلية لقطاع التجهيز والنقل على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيب بالنسبة لساكنة نواذيب بنبشرهم بعد أن ذاك الحلم اللي كان عندهم بربطهم إن شاء الله تعالى بنواكشوط بطريق مكتمل وطريق سريع إن شاء الله تعالى ليتم إعداده كذلك يعودوا عندهم بنى تحتية متطورة خاصة بالنقل العمومي للأشخاص والبضائع وضروا عندهم محطات أيضا لمراقبة الحمولة والسهارة على تأمين أرواح مواطنين يسوى من هذاك اللي يتعلق بزيادة السرعة ويسوى من هذاك اللي يتعلق بالحمولة الزائدة إن شاء الله إن شاء الله تعالى يتم بإضافة إلى فتح مطار إن شاء الله تعالى نواذيب أمام الرحلات الدولية والرحلات الوطنية سيد المنسق في كلمة أخيرة نأكد على أن تزامنا مع بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية في الوقت الحالي على المندوبية العامة التآزر وقعت الأول مرة اتفاق شراكة مع بلدية نواذيب انطلاقا من طلبات البلدية نفسها بما يتعلق بمشاريع للشباب والفضاءات الرياضية وكذلك نشطة مدار الدخل وأقطاب التنمية على مستوى البلدية كذلك لاحظنا أن هذه خدمة لحاق لما هي في نواذيب أعطينا 90 دراجة نارية للشباب نواذيب من الأسر المتعففة لا يكون عليه ولا يوفر لهم اللي يظن مازوت مدة 6 أشهر إن شاء الله لا قد يعدوا ما يفتفيت وتم أيضا تمويل 100 نشاط إنتاج على مستوى البلدية كذلك قمنا بفخامة الجمهورية بدعم 200 أسرة متعافية على مستوى المدينة اللي نقدر نقول الأفاق على المندوبية العامة
مقام تنزيل المسيح محمد الشرازواني اعطى تعليمات للمندوبيه على انها تعود من يعود المواطن بالحاجه ونحن مستعدين لذلك. بالمؤمريه الثانيه ان شاء الله دورها يتم تعزيزه وتوصل ان شاء الله لجميع المواطنين. قال مولي اليتها بسيطه، المواطن اللي اليوم كامل عنده طلب التمويل والله يحس انه عنده نشاط منتظر الدخل اللي عنده عبر السلم الاداري، يطرح طلبه يجي المندوبيه العامه وتم معالجته تبرمجته حسب الويلايات. اليوم فتنا كملنا بعض الولايات، ولايات اخرى ان شاء الله تعود الايام القادمه ونعمل ان شاء الله متواصل. والمندوبيه العامه دور ان شاء الله الايام العامه الجايه تعدل دور تعدله ودور عود مولي ان شاء الله هدفه الاساسي اكيد دائما هو على ان نخفف من الطاق الحاضر ونخلق الامل عن جميع افراد الاسر المتعفنه على مستوى بلدنا، ونخلق نوع من العداله الاجتماعيه اللي كان مفصول فيه، ويحس المواطن فعلا بانتماء وفعل لبلده وراجين ان شاء الله ان نواصل في العمل. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم كل التوفيق. المستشار الفني لمدير الشركه الوطنيه للماء سنده، ما الكلمه الختاميه؟ ما البشرى؟ ما الافاق المستقبليه للشركه على مستوى العاصمه الاقتصاديه؟ شكرا. اولا اول بشرى هو انه ان شاء الله قبل فتره الصيف على شهر 6 لا يتم ان شاء الله تدشين هذه المحطه الجديده لتحليه المياه التي ستضيف 5000 بالنسبه لانتاج كان يصل الى 22000 هو مجموع انتاج. وكذلك في انتظار هذه التوسعه شركه المياه قامت بصيانه جميع المشاءات، تشتغل الآن بكامل طاقتها، وهذا معالي الوزير تأكد منه يوم أمس عندما زار المنشآت كلها تعمل بطاقتها القصوى، واستدعى اليوم الطاقم كله لشركة المياه ليهنئوا على هذا العمل، وإن شاء الله ستستمر الشركة حتى تتم هذه الزيادة في شهر 6 والزيادة فيما بعدها من بولانور. أتمنى لكم التوفيق سيد الشيخ، كلمة أخيرة. ما شاء الله، merci beaucoup pour cette invitation et nous remercions toute la population de Nouadhibou pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au président de la République, son excellence M. Mohamed Cheikh Al Azawani, avec sa délégation, mashallah. Donc, pour dire à la population de Nouadhibou que l'aéroport de Nouadhibou sera bientôt ouvert. Qariban, inshallah. Tout ce qu'ils avaient comme désagréments depuis tout ce temps-là, inshallah, tout cela sera bientôt derrière nous, et inshallah, ils auront un aéroport opérationnel international, avec dans le respect des normes. Donc, voilà. Donc, on dit bientôt, inshallah, ils auront un aéroport. كل التوفيق ونتمنى لكم كل التوفيق سيد الشيخ. إذا مشاهدي الكرام، طبعا كان بودنا أن يكون الحديث أكثر وأشمل، وهناك ضيوف الكرام لا شك أن ما زال لديهم ما يقولون عن تدخلات قطاعاتهم الحكومية المتنوعة، وهناك عديد القطاعات الحكومية التي أيضا تدخلت خلال السنوات مأمورية فخامة رئيس الجمهورية في عديد القطاعات، لكن الوقت لم يسمح بذلك في نهاية هذه الحلقة من ساعة نقاش والتي قدمناها لكم من العاصمة الاقتصادية نواديبو مواكبة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية. أتقدم بجزيل الشكر لضيوف الكرام محمد والعلي واللوبك المستشار المكلف بالنقل البري بوزارة التجهيز والنقل، شكرا لكم سيد المستشار. السيد الشيخ السيد محمد حيد واللي سلم المنسق الوطني لبرنامج الدعم الدمج الاقتصادي البركة بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقتصاد تازر، شكرا لكم سيد المنسق الوطني. كذلك السيد محمد لمين واللي المصطفى السارك وهو المستشار الفني لمدير الشركة الوطنية الماء السنديه، شكرا جزيلا لكم. كذلك السيد الشيخ نجاي المدير المساعد للدراسات البنى التحتيه في وزاره التجهيز والنقل ومنسق اشغال مطار نواديبو الدولي. كذلك السيد احمد الشريف حماه الله وهو المدير العام لتنميه المنطقه الحره، شكرا جزيلا لكم. شكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، لان يضمني واياكم لقاء اخر. تقبلوا تحيات الفريق الذي اشرف معي على اعدادي وتنسيق هذه الحلقه هنا من العاصمه الاقتصاديه نواديبو، وتحيات المخرج مصطفى الحويشي الذي اخرج هذه الحلقه وناصر ناجي. لان يضمني واياكم لقاء اخر، تحيانا جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بكم. تعتمد مدينة نواذيبو بشكل كبير على شواطئها الغنية، ويعتبر تاريخ أول ميناء فيها تاريخا حافلا بالذكريات بالنسبة للساكنة. تاريخ أول ميناء وتطور اقتصاد شواطئ نواذيبو هو موضوع هذه الحلقة من برنامج حكاية مكان.